هاي أصدقائي، معكم أنخيلا، أهلا وسهلا بكم على قناتنا. أولا أميغوز، مصرفتا أستاليستا إن يوتيوب الميخور بلاتو دا إيغادو كون متبل دي برانخينا بروبرادا بور أنخيلا. هاي أصدقائي، وصفتنا أصبحت جاهزة على اليوتيوب، إنها أطيب ألس طبق كبدة مع متبل الباذنجان. إعداد أنخيلا. هكذا يبدو شكل طبقنا بعدما أتممت إعداده، لذيذ وشهي، ويعتبر طبق رئيسي على المائدة. يمكنكم أيضا تقديمه إلى ضيوفكم وفي مناسبتكم السعيدة. جعل الله أيامكم كلها أفراح ومسرات. ويعتبر طبقنا لهذا اليوم سريع التحضير، اقتصادي، لا يستغرق إعداده سوى 40 دقيقة فقط. أما بخصوص مقاديرنا المعتمدة لهذه الوصفة لهذا اليوم، فهي تكفي ما بين 4 إلى 5 أشخاص. وقبل البدء بإعداد الوصفة، أصدقائي ومتابعينا الكرام، ولكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، نحن نسعد بتفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب، لتصلكم جميع فيديوهاتنا أولا بأول. والآن أحبتي، هيا بنا مع بعض لنرى كيفية إعداد هذه الوصفة اللذيذة معي أنا أنخيلا. باموس. والآن إليكم المقادير. 700 جرام من الكبدة، هذا وزنها بعد التنظيف. عدد 5 فلفل أخضر تم شيه قبل هذا الفيديو، وعدد 3 فلفل أخضر حار، كاسة من الطحينة أي الراشي، رأس متكامل من الثوم، ليمونة واحدة كبيرة الحجم، 650 جرام من الباذنجان المشوي الجاهز، زيت زيتون. أما بخصوص البهارات، فنحن بحاجة إلى ملح، كاري، كمون، فلفل أحمر. أنا سوف أستخدم 2 كوب من كل البهارات على الملح، فهو رشة خفيفة. ها هي مقاديرنا. والآن إليكم طريقة العمل. وضعت الكبدة في هذا الطبق الكبير. الآن سأنثر عليها البهارات. بعد ذلك سأضع نصف رأس من الثوم مقطع بهذا الشكل عليها. ملعقتين من زيت الزيتون. وعصير ليمون. الآن سأبدأ بتقليبه مع زيت الزيتون والبهارات والليمون. بعد ذلك سأضع فوقها نصف الليمونة الثاني. ها هي. بعد ذلك سأعمل على تغطيتها بنايلون هكذا،
وتركها بالثلاجة لمدة ساعتين إلى ثلاثة. والآن إلى الثلاجة. الآن سوف أقطع هذا الفلفل إلى شرائح خفيفة. هكذا أقطعها بالطول على شكل شرائح خفيفة ونستمر. هكذا أصبح الفلفل جاهزا، أضعه جانبا. الآن سأعمل على تقطيع الثوم ناعم جدا. أفرمه ناعم كالسمسم. وهكذا يبدو الثوم بعدما فرمته ناعم كالسمسم. وضعت فوقه عصير ليمونة كاملة. هكذا أتركه جانبا. الآن ها هو الفلفل المشوي بالفرن، سأعمل على فرمه هو الآخر ناعما. بعدما انتزع رؤوسه هذه، هذا الفلفل حار، بإمكانكم استخدام فلفل بارد، الخيار لكم. وهكذا يبدو الفلفل بعد فرمه ناعما، أضعه جانبا. الآن إليكم طريقة عمل سلطة الباذنجان الخاصة بوصفتنا هذه. ها هي علبة الباذنجان المشوي الجاهز، وزنها 650 جرام. سأريكم إياها. ها هي 650 جرام. نفرغها في الكاسة هكذا. نضع فوقها
الفلفل المشوي والمقطع ناعما، والآن نضع الثوم المقطع ناعم كالسمسم مع الليمون الحامض على الوصفة هكذا. سأضع الطحينة أو الراشي كاسة كاملة، الآن سأضع ملعقة كاملة من زيت الزيتون كبيرة، أما بخصوص البهارات فنضع ملعقتي شاي من الكمون، وملعقتي شاي من الفلفل الأحمر، والآن سأضع رشة ملح خفيفة، هذا يكفي. ها هي المواد جميعها، وضعتها في الكاسة، سأعمل على خلطها بهذا الشكل. هي بحاجة إلى ملعقة أخرى من زيت الزيتون. وأعود خلطها مرة أخرى. الآن أصبحت جاهزة، أتركها جانبا. سأريكم إياها، ها هي. أصبحت جاهزة. الآن وبعد مرور 3 ساعات أخرجت الكبدة من الثلاجة، ها هي. وضعت المقلاة على النار، وضعت فيها 3 ملاعق من زيت الزيتون، ها هي. الآن سأضع فيها شرائح الفلفل الأخضر. كم تبدو رائحة الفلفل اللذيذة عندما توضع في الزيت. واو، رائحة لذيذة. في هذه الأثناء سأرفع الغطاء النايلون عن الكبدة وأجهزها لأضعها في المقلاة. ننتظر قليلا وبعد ذلك نضعها. الآن سأضع الكبدة.
نقلبها مع الفلفل وزيت الزيتون. سأضع له رشة من البابريكا خفيفة وبعد ذلك نقلبه. وها هي الكبدة قد نضجت، هي لا تستغرق وقت طويل حتى تنضج. سأطفي عنها النار وسوف أريكم الآن كيفية تقديمها. الآن إليكم طريقة تقديم هذه الوصفة. سنحتاج إلى الفلفل الأحمر، زيت زيتون، أوراق من النعناع، ها هي احتياجاتنا. الآن سأضع الباذنجان هكذا في أسفل الطبق. وبعد ذلك سأضع الكبدة في الوسط بهذا الشكل. الآن سأضع عليها زيت الزيتون هكذا. بعد ذلك سأضع الفلفل الأحمر بهذا الشكل. Thank you.
وأخيرا سأضع أوراق النعناع في الوسط هكذا. كذا يبدو طبقنا بعدما أتممت إعداده وتزيينه. وبهذا تكون وصفتنا لهذا اليوم الميخور بلاتو دي إيغادو كون متبل دي برانخينا بروبارادا بور أنخيلا، أي أطيب وألذ طبق كبدة مع متبل الباذنجان أعداد أنخيلا، قد أصبح جاهزا. بألف صحة وعافية. أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم ورضاكم. متابعي قناتنا الكرام ولكل من يرى فيديوهاتنا للمرة الأولى، يسعدنا تفاعلكم مع قناتنا من خلال الاشتراك في القناة، تفعيل جرس التنبيهات، ومشاركة فيديوهاتنا مع أحبتكم وأصدقائكم ليصلكم كل ما هو جديد على قناتنا، أي من خلال اللايك والشير والسبسكرايب. أما بخصوص المقادير فتجدونها في صندوق الوصف أسفل هذا الفيديو. انتظروني في وصفة جديدة. كنت أنا معكم أنخيلا، أستودعكم الله وأحبكم كثيرا. أديوس.